عاشت الولايات المتحدة نهاية أسبوع أشبه بالكابوس، وذلك بعد أن شهدت 4 حوادث إطلاق نار منفصلة في 3 ولايات هي تكساس، أوهايو وألينوي، أسفرت عن سقوط ضحايا واستنفرت قوات الأمن، في حين أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات تدل على نهاية هذا المسلسل. وبدأ المسلسل في مركز وولمارت للتسوق في مدينة الباسو التابعة لولاية تكساس، حيث قام شاب أبيض البشرة يبلغ من العمر 21 عاما بإطلاق النار على المتسوقين، فأردى 20 شخصا وأصاب 26 آخرين قبل أن تنجح الشرطة في احتجازه داخل المركز. وأوضح قائد شرطة الباسو أنه لدينا بيان من هذا الشخص يشير إلى حد ما إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية، في حين ذكرت التقارير الواردة أن مركز التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا في الإرهاب المحلي عقب هذا الحادث. أما الحادث الثاني الذي تخلله إطلاق نار أيضا فأدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح بمدينة دايتون في ولاية أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة. وذكرت شرطة المدينة في سلسلة تغريدات أن مشغولا أطلق النار في حي أوريغون الذي يعد الأكثر ازدحاما وشهرة بالمدينة، مبينة أن قوات الشرطة أطلقت النار على المشغول وقتل على الفور متأثرا بجروحه. ووقع حادثان ممثلان في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وذكرت تقارير إعلامية أن أحد الأشخاص فتح النار من داخل سيارته باتجاه عدد من الأشخاص في حديقة دوغلاس، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، في حين قتل شخص وأصيب 4 آخرون في حادث إطلاق نار آخر وقع بمنطقة لندل من دون أن تتوفر أي معلومات إضافية. وفي رد فعل على كل هذه الحوادث، طلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل بالدعوة لانعقاد جلسة للتصويت على تشريع يضبط حمل السلاح. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات تعليقا على أول حادثين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وقوات الشرطة المحلية يعملان معا في مدينتي الباسو ودايتون لمعرفة التفاصيل ومعلومات أكثر، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات في وقت لاحق. وأكد ترامب أن لا مكان للكراهية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أننا سنتولى هذا الأمر، ومعتبرا أن حوادث إطلاق النار تظهر وجود مشكلات أمراض نفسية. بدورها أكدت سفارة الكويت في واشنطن سلامة المواطنين والطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة، كما حثتهم على الاستمرار بالتواصل معها ومع القنصليات العامة في لوس أنجلوس ونيويورك. وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا حوادث إطلاق النار، راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، ومؤكدا سموه حفظه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.